من كل المحافظات جاي لنا النهارده ما شاء التليفونات، الله. الصعيد الو، والدقهليه وكله. حاضر الو ارد يا عليكم. سندس، سندس وطي الو، التلفزيون السلام واسمعينا عليكم. من التليفون. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحت كنت عايز اسال عن على ايه؟ عايز اسال عن 2012 2008 20 و9 4 1980 1 8 2005 2012 وكم؟ 2012 2008 ماشي. وإيه تاني؟ و9 4 1980 تسعة و1 أربعة 8 2005 واحد تمانية. أوكي، شكرا يا سندس. 2012 احنا بنتكلم في أواخر القوس. طيب القوس، طبعا انا اول ما نقول برج القوس نقول اختيارات خطأ. مولود القوس كان فيه اختيارات كتيرة دخلت في حياته غلط، ممكن يكون العيب عليه او حسن نيته الزيادة فكان بيختار غلط، وبالتالي دخل في تجارب خطأ كتير في الفترات الأخيرة. انا بنصح بس مولود القوس في السنه الجديده ان خلي بالك من اختياراتك شويه، بلاش علاقات غير مدروسه، بلاش ندخل اي حد عشوائي كده في حياتنا، لا. لما تدخل في علاقه جديده، بما اننا بنتكلم عن الحب، دقق جدا في اختيارك، بلاش العلاقات الغير مدروسه عشان ما نكررش اخطاء الماضي. يا قوس احنا مش محتاجين نفضل ندخل في تجارب خطا كتير. صح. فبالتالي كل المطلوب منك يا قوس في السنه الجديده دقق في اختياراتك شويه، عندك فرص حلوه في نص السنه الاولاني، يعني احنا دلوقتي استفيد من الفترات دي. القوس عايش فتره انتعاش دلوقتي، حلو، فيحاول يستفيد منها. ممكن بقى مع نص السنه التاني يقابل شويه عراقيل محتاجه منه تفكير كويس، محتاجه منه هدوء ومرونه علشان يعدي بعض المعاكسات اللي ممكن تقابله. ممكن ضائقه ماليه مؤقته هتحتاج منه ان هو يبذل مجهود مضاعف، الا ان نص السنه الاولاني عندك هايل، عندك تالق في المهنه، عندك انتشار، هتكون لافت للانتباه جدا. نص عندك السنه التاني، نص السنه التاني ياخد باله، نص السنه ياخد باله. الاولاني يبذل بقى مجهود. نلحق بقى بسرعه، ممكن برج القوس نلحق بسرعه في نص السنه الاولاني. عندك ممكن شراء اصول ثابته، عقارات، ممكن تمضي عقود حلوه، حاجات بيع وشراء. يعني اشتغل على نص السنه الاولاني لان عندك حاجات انتعاش في كذا حاجه وشراء حاجات كان نفسك بتشتغل عليها بقالك فتره، ممكن تشتريها او تحصل عليها. ممكن كسب لحاجه قضائيه برضو كنت بتعافر فيها بقالك فتره، فممكن تحصل على حاجه قانونيه او قضائيه تتنصف فيها او تبقى لصالحك يعني. يا رب. فالقوس حلو. ده اول تاريخ قالته. قالت تاريخ تاني، قالت 9/4. طيب احنا معانا برج الحمل. برج الحمل اللي عانى كتير، عندك سنه انفراج على مصراعيها وعلى كل الأصعدة من جمال برج الحمل. مش عارفة أقول إيه ولا إيه. اللهم صل على النبي. صحيا تشافى صحي، بسم الله ما شاء الله، تشافي صحي. عندك مشاريع جديدة، عندك أموال، عندك فرص ارتباط، عندك قفل لصفحات ما كانتش يعني صفحات في حياتك كانت عاملة دوشة وكركبة على الفاضي. ناس في حياتك كانوا عبء عليك اكتر ما كانوا حاجه حلوه. فبالنسبه ليك يا مولود الحمل هتتخلص من العلاقات الضعيفه، العلاقات اللي بتاخد منك اكتر ما بتديلك. هتبتدي تعرف ايه الصح من الغلط، مين اللي نافعني ومين اللي مش نافعني. هتفلتر، هتغربل حياتك. جميل. والناس اللي عامله كركبه على الفاضي دي هتخرج من حياتك. اقنعه كتير هتسقط، فهتشوف الناس على حقيقتها. فحياتك اهدى واحسن كتير من الفترات اللي فاتت، وخصوصا برضو نص السنه الاولاني. ليه؟ انت عندك يا حمل من اول السنه لغايه 16 5 كوكب الحظوظ الكبرى اللي هو جوبيتر قاعد في برجك، وكلها اسبوعين، وكمان فينس يدخل في برجك، ومش اسبوعين، اقل من اسبوعين فينس. فهيبقى عندك كوكبين حلوين اللي هم فينس وجوبيتر قاعدين عندك في بيتك الاول، من الفترات الرائعه. يلا يا حمل بقى، عيش حياتك واستغلها زي ما عوض عن الخسائر. يعوض عن الخسائر، هيتعوض ان شاء الله. السنه دي تعويض بقى ايه، ما شاء الله يعني. طب 1/8 اسد. طيب احنا برضو اتكلمنا على الاسد مرتين، خلينا نقول تاني ان اهتماماتك اكتر حاجه مهنيه او عمليه اكتر من الامور العاطفيه، هتستفيد منها جدا. انا عايزه بس الاسد ما يبصش لصفحات اتقفلت قبل كده. خلاص الاسد قفل صفحه، بلاش نرجع الماضي تاني في حياته. خدنا الدرس من الصفحات اللي فاتت، نبص ونتفرج ونضحك ونبتدي نشوف الجديد. والله حاجه مناسبه بعد ما درسناها دخلناها في حياتنا، لكن الماضي مش هيفيد الاسد في حاجه في 2023. فاي حد كان من مولود الاسد عنده علاقه ماضيه، طبعا احنا في فتره دلوقتي واحنا بنتكلم فتره حرجه شويه للاسد، موده مش احسن حاجه، بيستفز على اتفه سبب. ليه؟ لان كواكب كتير قلنا قاعده في مواجهته. ان شاء الله في بقى الانفراج جاي، بس نصيحتي ليك اقفل ابواب الماضي يا اسد.
يا جماعة سنة حلوة إن شاء الله. عايزة أقول لكم اقفل أبواب الماضي يا أسد، والسنة حلوة إن شاء الله، وأرقام التواصل ظاهرة دلوقتي على الشاشة، الحقوا كلمونا علشان هيلا حافظ معانا يا جماعة. مش قاعدة هتقول على كل الأبراج دلوقتي، وأي حد عايز يبعت لنا تاريخ ميعاده بعته بعته بعته. إحنا معانا سارة بقى دلوقتي. ألو يا سارة. لو سمحت كنت عايز أسأل على برج 3/4. حامل لسه قايلين عليه. آه لو سارة كانت متابعانا كل الكلام اللي انا قلنا قلته ده الحمل كان يا سارة.